اه طيب خلينا نتكلم على حد حاجه مهمه جدا برضو في مرحله الامتحانات، اللبن. دايما احنا ناخد كوبايه لبن سخن وننام، فهل اللبن دوت بقى حضرتك تنصحي بيه ولادنا ياخدوه امتى ايام الامتحانات؟ هو اللبن زي الحاجات، اولا انت بتبقي اليرت، يعني اللبن ده لازم يكون موجود على طول، اللبن والميه. وفي ناس بتاخد بنسميه كوكونات ميلك، اللي هو اللبن بتاع الكوكونات. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا اثناء الامتحانات، وبتخليكي فايقه وهاديه، وزي ما بقول لك كده المخ بيبقى في مود ريلاكسد، المعلومه بتخش ثابته وبتعلي نسبه الذكاء طبعا. طب الممنوع تماما وتحذير من دكتوره صفا سلامه للامهات، ممنوع ولادكم يشربوا او ياكلوا كذا جانك فود. Yeah. ممنوع الاكل اللي الشارع، ممنوع الاكل اللي فيه المقلي والحاجات دي، ممنوع 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 وقت المذاكره. طب ليه يا دكتور؟ السناكس لازم تكون خفيفه، هتدي لها حاجه مسكره يبقى يعني توست عليه معلقه مربى عشان يبقى جلوكوز، او معلقه عسل، او فاهماني. لو مش بيحبوا الاكل بقى ويقول لك لا انا عشان ابقى مليت بطني بقى عشان اركز، مش هتركزي وهتنامي، وكمان اذيتي جسمك وبقيتي بنسميه بليده، يعني دماغك قفلت، حتى استيعابك حتى لو انت صاحيه ما انتش عارفه تستوعبي حاجه. فالجانك فود ممنوع تماما. ممنوع تماما، مليان اللي هي نسميها الدهون غير مشبعه.